أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من مجلة الكاردينا ومقال الكاتب أكرم المشهداني يقول: نحو تشريع جنائي يجرم الطائفية وممارساتها. جاء في المقال: للأسف تكرست الطائفية عندنا عبر النظام السياسي الذي كرس المحاصصة الطائفية، وبالتالي فسح المجال لاقتراف كل آثام الطائفية اللعينة كلاما وفعلا وابتزازا وقتلا وتصفيات ومصادرة للحريات. ويضيف الكاتب: لقد بات موضوع إصدار تشريع يجرم الطائفية بمختلف صورها التي تثير الكراهية والفتنة بين أبناء الشعب الواحد والمجتمع الواحد بات مطلبا ضروريا لا فكاك عنه من أجل حفظ السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وإغلاق منافذ الإثارة والفتنة والانقسام. أليس فرض قناعات طائفية معينة على جميع أبناء الشعب مهما كانت طوائفهم فعلا طائفيا مقيتا؟ بالرغم من علمنا أن الكيان السياسي العام يقوم على الطائفية ويتعيش عليها، وكانت الأمور تتجه بتسهيل من حكومات اعتاشت على منتجات طائفية نحو الأسوأ دائما، وعانت المؤسسات العسكرية والأمنية من التمييز الطائفي عمليا بدفع من السياسيين، في حين أن هناك قيادات عسكرية عراقية وطنية كثيرة تعمل وتضحي في سبيل العراق ولا تلتفت إلى المستنقع الطائفي الذي كان وما زال يغذيه سياسيون بالطفيليات والطحالب. وقد أثبت العراقيون في مناسبات عدة ومنها انتفاضة تشرين المباركة أنهم شعب يسمو فوق الطائفية، بل إن من محركات الانتفاضة الجوهرية إعلاء اسم العراق وحده ونبذ الانقسام والتمييز العرقي والمذهبي. واليوم نسمع مع الأسف عن ممارسات طائفية مفضوحة في بعض الوزارات كما حصل في وزارة الاتصالات ووزارات أخرى. ونقرأ تقريرا من صحيفة المدى بعنوان: التعليم الأهلي مؤسسات ربحية تستغل اكتظاظ المدارس الحكومية. يقول الكاتب: يبدأ العام الدراسي لهذا العام بعد أن أعلنت عنه وزارة التربية في 30 من أيلول المقبل، في وقت يعاني منه النظام التعليمي من نقص في المدارس الحكومية، مما يجعل وزارة التربية تواجه تحديا كبيرا في احتواء أعداد كبيرة من الطلبة، حيث أفادت وزارة التربية بأن عدد المباني المدرسية العاملة حاليا هو 16,800 مدرسة، بينما أن عدد المدارس المصرح لها أكثر من 25,000 مدرسة. وتعد مشاريع التعليم الأهلي تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستثمارية المتمثلة بالأرباح المالية على حساب الجانب التعليمي في ظل ضعف رقابي من وزارة التربية كما يرى مختصون. تكتظ أغلب المدارس الحكومية بالطلاب مع تدني المستوى التعليمي وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة ونقص الكوادر التعليمية والكتب، وهي مشاكل أثارتها نقابة المعلمين في أكثر من اجتماع لها مع رئاسات الوزراء المتعاقبة. وهذا ما يدفع العوائل العراقية إلى التوجه نحو المدارس الأهلية التي تضعهم بين سطوة أجور التسجيل في هذه المدارس، والتي تبدأ من 1.5 مليون دينار سنوياً، ما يقارب 1,000 دولار، وصولاً إلى 3 ملايين دينار، ما يقارب 2,100 دولار للسنة الدراسية. وحسب الوزارة فإن الأجور يتم تحديدها من قبل المستثمر وليس من قبل وزارة التربية. ويزداد عدد المدارس الأهلية في العراق التي ترهق تكاليفها الأهالي، لكن كثيرين يعدونها ضرورية وسط تراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية التي تعاني من مشكلات كثيرة، منها نقص الكوادر التدريسية والاضطرار إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية لاستكمال المناهج وتلقينها بشكل صحيح، وتهالك المنشآت، وأحياناً سوء معاملة الطلاب. وعن انتخابات مجالس المحافظات كتب نجم الدليمي مقالاً في صحيفة كتابات يقول: نعتقد أن الانتخابات البرلمانية، انتخابات مجالس المحافظات يقصد،
يقول: نعتقد أنها تقوم في أجواء غير طبيعية وغير عادلة، فالأحزاب الحاكمة تملك السلطة والمال والإعلام وإمكانية التزوير لنتائج الانتخابات، وهذه هي حقيقة موضوعية من الانتخابات البرلمانية من 2005 ولغاية الآن لما فيها انتخابات مجالس المحافظات. ويضيف الكاتب: نعتقد أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية والقادمة سوف لن تحقق شيئا للغالبية العظمى من المواطنين العراقيين، بل تشكل مجالس المحافظات حلقة إدارية جديدة فائضة وفاسدة، وهي حلقة تكرس قمة الفساد المالي والإداري على مستوى المحافظات العراقية. سؤال مشروع: ماذا قدم البرلمان العراقي للشعب العراقي منذ عام 2005 وحتى اليوم؟ سوى إهدار مالي مرعب ومخيف وكارثي وإنفاق غير عقلاني بخصوص المرتبات والحمايات ومواكب السيارات العديدة والفخمة، أي أن الغالبية العظمى من أعضاء البرلمان العراقي تحولوا من فقراء مساكين إلى مليونيرية ومليارديرية وبالدولار الأمريكي. وأتحدى الغالبية العظمى منهم من أن يكشف أحدهم عن ذمته المالية قبل الاحتلال الأجنبي واليوم وبشكل علني ورسمي وموثق، هيثم لجبوري أحد النماذج. لذلك نعتقد أن الركض وراء السراب هو رهان خاسر بامتياز، فجميع الانتخابات البرلمانية، مجالس المحافظات، مسرحية لا خير بها، وهي تخدم مصالح الأحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم، وهي عملية لم ولن تخدم مصالح الغالبية العظمى من الشعب العراقي. والدليل: ماذا عملت السلطة التشريعية للشعب العراقي منذ عام 2005 وحتى اليوم؟ هل حلت مشكلة الكهرباء والماء؟ مشكلة التعيينات للخريجين؟ مشكلة تدهور قطاع التعليم في جميع مراحله الدراسية؟ وكذلك قطاع الصحة؟ تحت عنوان فرنسا تخسر عملية لي الأذرع وتقرر الانسحاب من النيجر، قالت صحيفة لوفيغارو إن إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مساء الأحد عن عودة السفير الفرنسي لدى النيجر إلى باريس وانسحاب القوات الفرنسية بحلول نهاية العام يضع نهاية للمواجهة التي بدأها الإليزي منذ 26 من يوليو تموز مع الانقلابيين العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس محمد بازوم، وهو أحد آخر حلفاء فرنسا في منطقة الساحل. هذا التحول إذا كان يمثل نوعاً من الهزيمة لفرنسا فإنه ليس مفاجئاً، وهو في الواقع يؤكد التدهور الشديد في العلاقات بين البلدين، وهو ما جعل هذه القطيعة حتمية. وتشير الصحيفة إلى رد حكومة النيجر التي قالت إنها لحظة تاريخية تشهد على تصميم وإرادة الشعب النيجيري. أي شخص أو أي مؤسسة أو هيكل يهدد وجوده مصالح وتوقعات بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا، سواء شاء ذلك أم لا. ولفتت الصحيفة إلى أن السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي طلب المجلس العسكري برحيله وسحبت منه حصانته الدبلوماسية كان منعزلاً في السفارة تحت تهديد الانقلابيين بقطع الغذاء والماء. اتهم وزير الشؤون الخارجية المالي فرنسا مرة أخرى بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية ومواصلة مناورات زعزعة الاستقرار، فيما تظاهر وزير من بوركينا فاسو بالتشكيك في أصل تسليح الجهاديين وأسباب الإيماءات عندما يطلب من فرنسا الابتعاد عن الطريق. وأعلنت النيجر عن إعادة فتح مجالها الجوي باستثناء الطائرات الفرنسية. كشف تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال أن كارثة السدين في مدينة درنا بليبيا لم تكن لتحدث دون تاريخ طويل من الإهمال والفساد تمتد إلى سنوات حكم نظام معمر القذافي، مؤكدا ضلوع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في المسؤولية عن الكارثة بفعل سيطرته العسكرية على المدينة. وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مجموعة من المهندسين السويسريين قاموا عام 2003 بفحص سدي درنا وتوصلوا إلى أن البنى التحتية لهما تتعرض للضغط، وأوصوا بتقوية السدين وبناء سد ثالث لتخفيف الضغط عنهما، لكن الصيانة لم تجري في حينه.
ذكر التحقيق أنه تم استئجار 3 شركات للقيام بأعمال الصيانة في الأيام الأخيرة من نظام القذافي، ولكن بعد الإطاحة به عام 2011 اختفت الأموال المخصصة لإعادة بناء السدين بفعل الانقسام الحاصل في ليبيا بحسب التدقيقات المالية التي جرت على المشروع. وقالت الصحيفة إن خسارة الأرواح الكارثية هي آخر مثال عن الكيفية التي يغذي فيها الفساد والعنف الغضب ضد الحكومات في عموم الشرق الأوسط، وتثير أسئلة حول الكيفية التي يمكن فيها للبنى التحتية بالمنطقة تحمل ظروف مناخية قاسية كهذه كإعصار دانيال هذا الشهر في ظل تداعيها وحاجتها الماسة إلى الصيانة. لفتت الصحيفة إلى أنه بسبب عمليات قوات حفتر في درنة عام 2014 تحت ذريعة طرد تنظيم الدولة، ظلت المدينة وسداها وبنيتها التحتية بعيدة عن منال الحكومة في طرابلس. وقال ديوان المحاسبة إن حصار حفتر للمنشآت النفطية حرم الحكومة من الأموال اللازمة لصيانة السدين. الآن نتابع وإياكم فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. عادت الحركة الطبيعية إلى مدينة مراكش في وسط المغرب بعد أن روع زلزال الحوزة المدمر سكانها وقتل وأصاب بعضا منهم تاركا آخرين من دون مأوى ودمر العديد من البنايات، فضلا عن إحداث أضرار متفاوتة ببنايات أخرى من بينها بنايات أثرية وأجزاء من المدينة التاريخية العتيقة. استعاد غالبية سكان أكبر المدن التي ضربها الزلزال نشاطهم المعتاد، عاد الباعة إلى محالهم وباسطاتهم، وظهر السياح من جديد في المناطق الأثرية بالمدينة التي تعد عاصمة السياحة المغربية. لكن السلطات المحلية وضعت حواجز متعددة لتأمين مرور السياح وعموم المواطنين في شوارع وأزقة المدينة القديمة والتي تضم مباني تضررت من الزلزال وأسوار عتيقة ظهرت عليها شقوق واضحة. أما الآن فنتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف.
في الختام لا يسعنا إلا أن نقول الحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأله تعالى حسن الخاتمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما وأبدا ظلوا في أمان الله. إلى اللقاء.